الأهلي يعني الأهلي خسر الدوري إزاي بعد ما كسب أفريقيا؟ لأن الدوري عبارة عن دور أول ودور تاني. الدور الأول الأهلي خسر من الزمالك ومن الجيش، يعني كانت لسه بقى الفرقة يعني مذبوحة جديد، وولادها سابوها واللي راح الجيش، دي تعاقدات وفلوس وعقود وحاجات زي كده، دي يعني حرية بتاعت اللعيبة، ودايما كل واحد بيشوفها هو عايز يلعب فين، ده عقد يعني. مش لما خسرنا الأهلي من الجيش ومن الزمالك رحنا بطولة أفريقيا، كسبنا الزمالك في بطولة أفريقيا ورجعنا كسبنا الجيش، والنهارده بنلعب الزمالك، المفروض دلوقتي لسه مش عارفين النتيجة، لكن النتيجة مش هتفرق، لأن أنت كنت عايز زي ما أنت خسرت ماتشين الزمالك يخسر ماتش غير ماتشك. فالزمالك الحقيقة ما خسرش ماتش غير ماتشك، والنهارده أنت حتى لو كسبته هيبقى في فرق ماتش هو سابقك بيه، فخلص الموضوع. لا مش اقل، هي الولاد فضلوا ان هم يغيروا يروحوا نادي تاني، يمكن راحوا في نادي الجيش بفلوس اقل، وراحوا نادي الزمالك في ناس راحت بفلوس اكتر، وهم بيجربوا. اعتقد ان هم عايزين يرجعوا تاني يعني النادي الاهلي، ما اعتقدش، مع ان انا اتمنى، هم اولاد محترمين جدا جدا، ويعني ده رايي الشخصي فيهم، لكن ما اعتقدش ان هم يعني ممكن حد منهم يرجع النادي الاهلي تاني. احنا اليد كسبنا الدوري العام، خسرنا الكاس لظروف اصابه يمكن 7 لعيبه في الفريق، لان 7 لعيبه دول في منتخب مصر، ف كان في فتره مضغوطه قوي الشهر اللي فات اللي قبل من نهائي الكاس، لعبوا 19 ماتش في 30 يوم، فده كان موضوع قوي جدا يعني زيادة عن اللزوم، تحميل عالي جدا. في لعيبة مصابة من كأس العالم اللي فات في شهر 1، وفي لعيبة اتصابت على مدار الموسم، ده أدى إن احنا يوم فاينل الكأس عندنا 7 أساسيين منتخب مصر مش موجودين في الملعب. أنا بقول إن الحكام برضو جم علينا شوية، وبقول برضو إن الفرقة ما كانتش في حالتها يوميها. مفيش مشكلة يعني، حد تاني يشوف أي حاجة كده مفيش مشاكل، بس إن شاء الله احنا دلوقتي برضو نفس السياسة اللي بتطبق على كل الفرق، إن احنا بنجدد دمها وبنطلع الناشئين بتوع النادي عشان يلعبوا في الفريق الأول، هتبتدي تطبق في الفريق الأول. احنا دلوقتي في دوري السوبر ماشيين فيه كويس الحمد لله، فارقين عن الأندية بحوالي 6 بونت تقريباً، ويعني كابتن طارق محروس الحقيقة عامل شغل كويس جدا، ده في الولاد في الرجال. كابتن أشرف الفار في البنات كسب الدوري العام المرتبط، وكسب كاس مصر، وكسب دوري السوبر، وهو دلوقتي عنده مسابقة منطقة القاهرة، إن شاء الله ربنا يعني يوفقه فيها بإذن الله، ويعني يفوز بيها إن شاء الله. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org